السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ اليوم عندنا فيديو جديد. مثل ما شايفين هذا جهاز التمبريتشر كنترولر أو جهاز تحكم بالحرارة، رقم الموديل DT322 من شركة تينسي. هاي الكرتون وهي الجهاز، بيجي بهذا الشكل. مثل ما شايفين عندي هون السيليسيوس أو هي درجة الحرارة المئوية، وهون عندي كبسات للتحكم، وهون مكان التوصيلات. وبيجي كمان معه بنفس العلبة هذا الحساس، عبارة عن سلك، وبنهايته هذا هو الحساس. مثل ما شايفين هذا الجهاز بيشتغل من 100 لـ240 فولت AC، وفي عندي ريليتين للتحكم توصيل الحساس. وهون معلومات تمبريتشر كنترولر DT322 ونوع الحساس NTC. طبعا اذا جبنا نوع تاني للحساس ما رح يشتغل، لازم يكون NTC، لان هذا الجهاز ما بيقرأ غير حساس NTC. الان رح نعمل تطبيقين، واحد للتبريد وواحد للتسخين مشان استخدامات هذا الجهاز. قبل ما نبدأ، يا ريت إذا كنت مو مشترك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو مشان ينتشر بشكل أوسع وتعمل فائدة للجميع. أول شيء بيلزمني مصدر الكهرباء 220 فولت خطين. رح استخدم كونتاكتور مشان خلي الحمل يكون على الكونتاكتور مو على الريلي نفسه. أول شيء رح نعمل خيار التبريد. التبريد إما رح نشغل مكيف أو مروحة. أنا الآن عندي موجودة مروحة، راح شغل مروحة من خلال هذا الجهاز. اول شيء راح اخذ السلك الاسود. مثل ما شايفين عندي الجهاز بيشتغل 220، راح اخذ له طرف. وعندي الكونتاكتور كمان بيشتغل 220 فولت على الكويل، راح اخذ على الاي 2 طرف، والمروحة كمان تشتغل 220، فراح اخذ لمكان توصيل الحمل على الكونتاكتور راح اخذ واحد من الاطراف. يعني هلا عندي 3 اسلاك راح اخذهم على القاطع. على يعني الكونتاكتور كمان على الـ A2، هلا عندي الطرف الثاني للقاطع كمان راح اخذ منه 3 اسلاك، واحد مشان شغل الجهاز، واحد راح اخذه على منتصف الريلي رقم 4، منتصف الريلي بهذا الشكل رقم 4. عندي رقم 3 نورمال اوبن او تماس مفتوح، ورقم 5 نورمال كلوز. وراح اخذ كمان خط للحمل مشان تشغيل المروحة على الكونتاكتور. هي خط رقم 2 اخذت له فاز، ورقم 4 باخذ له كمان لمنتصف الريلي. ومثل ما حكينا عندي مكان الحمل باخده على L1 من الكونتاكتور. هلا هيك الكونتاكتور صار بهذا الشكل، فينا مكان توصيل الحمل الطرف الثاني. عندي هون الخطين الاول والثالث، فينا اما وصل مروحة او اي جهاز بدي اتحكم فيه. انا حاليا بدي اشغل هاي المروحة، فبجيب السلكين تبع المروحة بوصلهم على الكونتاكتور. هلا ضل عندي رقم 3 من الكنترولر هون الريلي، رقم 3 رح اخده يشغل الكونتاكتور، يعني باخده على A1 من الكونتاكتور. هاي A1 تبع الكونتاكتور. هلا مثل ما شايفين انا ما وصلت الحساس، رح شغل الكهرباء وشوف الجهاز رح يشتغل وشو رح يعطينا رسالة. هلا كتب لي هون run انه الان الجهاز عم يشتغل، وعطاني هاي الرسالة OR، يعني ايرور او خطأ لان الحساس مو موصل. طبعا مكان توصيل الحساس مثل ما حكينا بالبداية رقم 9 و10. مثل ما شايفين اول ما حطيت الحساس عطاني قراءة. هلا اذا شلت الحساس منتظر شوي بيرجع بيعطيني رسالة الخطأ. هلا هي الارقام هي هيك عم تومد، يمكن عشان التصوير.
عشان برجع بوصله. مثل ما شايفين عم يعطيني قراءة، مثل ما شايفين بهذا الشكل. هلا درجة الحرارة 24.8. هلا إذا حبست الحساس بإيدي هيك راح نلاحظ إنه عم ترتفع درجة الحرارة بهذا الشكل. هلا مشان الإعدادات، أول شيء بكبس على ست وأب أو السهم لفوق مع بعض بهذا الشكل. هلا طلع لي الكود، لازم ادخل الكود 162 مشان ادخل على البرمجة. هاي 162، نكبس ست. هلا هون بدنا نختار تبريد ولا تسخين. هلا مثل ما شايفين السي ال يعني كولينج، وعندي الاتش تي اللي هي التسخين. هلا نحنا حكينا اول مثال راح نشغل مروحة يعني تبريد، بدي اياه يبرد الجو. حط سي ال، نختار اوكي. هلا هون درجة الحرارة الفرق يعني وصلت الحرارة مثلا 25، اشتغلت المروحة وصار يبرد لأيمت بدنا اياها تفصل. خلي يكون الفرق درجتين مئوية او خليها 3 درجات بهذا الشكل. هلا بنطلع من الاعدادات. هلا مشان اختار درجة الحرارة اللي بدي اضبط عليها، نكبس ست كبسة مطولة، بكون طلع لي HST. نختار هون درجة الحرارة. هلا مثل هون انا حاطة 27، يعني المروحة رح تشتغل على 30، مثل ما حطينا هناك في عنا فرق 3 درجات، رح تشتغل على 30 وبتفصل على 27. نكبس ست مرة تانية مشان نحفظ. مثل ما شايفين هلا درجة الحرارة 27، راح تشتغل على 30، ولما بتشتغل مروحة فالجو راح يصير فيه تبريد، راح تنزل درجة الحرارة. لما توصل على 27 راح تفصل المروحة. مثل ما شايفين انا ماسك الحساس بايدي، فمشان ترتفع درجة الحرارة. هلا فلنفترض انه درجة الحرارة بلشت تنزل، خلي الحساس قريب على المروحة مشان يبرد. طبعا هو عم يشتغل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور عم تشتغل المروحة. هلا على 27 تماما راح تفصل المروحة. مثل ما شفنا الآن يعني أنا عندي 3 درجات مئوية بين 27 و30. هاي بالنسبة للخيار الأول التبريد. هلا مثل ما شايفين عندي الريلي التانية رقم 6 و7 و8 مكتوب لها ألارم. أنا رح شغل منها جرس إنذار في حال ارتفعت درجة الحرارة إلى 30. يعني هلا أنا مثلا عندي غرفة فيها تبريد، فيها خلينا نفترض إنها غرفة تبريد فيها خضار فيها طيور أي شيء، ف لأي سبب كان عطلت المروحة ما عاد تشتغل وظلت درجة الحرارة عم ترتفع وصلت إلى 30. أنا رح جيب هذا الألارم رح شغله من خلال هذا الجهاز. مثل ما شايفين عندي هون هي الريلي، رح استخدم رقم 7 و6. رقم 7 اللي هو المشترك، ورقم 6 اللي هو نورمال أوبن. هلا عندي واحد من الأطراف رح أخده مع الـ A2. بعد ما اخذت هذا الطرف الاول للالارم على الـ A2 اللي هو السلك الاسود، راح اخذ هون الريلي من رقم 4، راح اخذ كوبري صغير راح اخذه على رقم 7. هلا فيني انا اخذ سلك من القاطع، بس ما بدي كتر اسلاك
خلينا ناخده من هون كوبري صغير، ناخده على رقم 7، هاي رقم 7 هون. بعدين بضل عندي رقم 6 اللي هو نورمال اوبن، باخده يشغل لي الانذار بهذا الشكل. هلا عندي هذا السلك الاحمر باخده على رقم 6، شايفين هلا اشتغل الجهاز. درجة الحرارة الان 25. هلا الالارم فينا اول شيء نشغله من عند الست، بنكبس عليها كبسة مطولة. هلا طلع لي اول شيء الاتش اس تي اللي حكينا مشان تشغيل المروحة. بكبس ست مرة تانية بيطلع لي اي اس تي، الاي اس تي اللي هي الريلي تبع الالارم. نحن حطنا الان على 33، خلينا نحطها على 33. الان كمان مثل ما حكينا في فرق بالتشغيل للمروحة، كمان في فرق للتشغيل مشان الالارم. نكبس ست واب مع بعض كبسة مطولة، بعدين مندخل الكود 162. هلا هون حاطين خيار التبريد، نكبس ست، بعدين هون ال HST اللي هي الريلي، عندي فرق 3 درجات، AHS اللي هي الالارم مشان نختار الفرق. هلا انا حاطط نص درجة مئوية، يعني الانذار بيشتغل على 33 وبيفصل لما بتنزل درجة الحرارة على 32.5. هلا الباقي مالي علاقة فيه. هلا هون عند الشاشة الرئيسية، خلينا نرفع درجة الحرارة ونشوف شو راح يشتغل معانا. هلا مثل ما شايفين هيك اشتغلت المروحة. فلنفترض لأي سبب عطلت المروحة، أو كان في عنا مكيف وما اشتغل المكيف ودرجة الحرارة لسه عم ترتفع، فلما بتوصل على 33 بيعطينا انذار. انا بحط ممكن انذار صوتي، فحاليا انا حاطط هاي اللمبة، خلينا نشوف كيف راح تشتغل. مثل ما شايفين وصلت درجة الحرارة لل 33 وعطانا انذار. طيب هلا خلي نفترض انه اشتغل المكيف، صلحناه او شيء. هلا بتنزل درجة الحرارة لما توصل 32.5 بيطفي الانذار، بعدين بتضل عم تنزل درجة الحرارة حتى توصل على 27 بتطفي المروحة او المكيف اللي موصلينه نحن على الكونتاكتور. مثل ما شايفين بهذا الشكل، يعني أنا عندي 3 درجات مئوية محافظ عليها بين 27 و30، لو ارتفعت أكثر بيشتغل الإنذار. الآن ننتقل للمثال الثاني. أنا شلت المروحة وركبت مكانها هاي اللمبة، هاي اللمبة أنا فيني أشيلها من هون وركب مكانها سخان أو لمبة حرارة مشان التسخين على نفس الكونتاكتور، نفس التوصيلة، ما غيرت شيء أبدا. فالآن بشغل الجهاز او شغل الكهرباء، نروح على الاعدادات مشان نحط وضع التسخين. نكبس ست، مندخل الكود 162، كان موجود بالاول CL، هلا بنختار ال HT، نكبس ست مشان يحفظ. هلا هون الفرق بدرجة الحرارة، خلينا نحط 5 درجات مئوية، وعندي كمان الالارم، خلي يكون الفرق الالارم درجة مئوية واحدة. حاليا عندي درجة الحرارة 28، نكبس ست كبسة مطولة. انا درجة الحرارة اللي بدي اياها مثلا خلينا نقول 40، هي 40. انا عندي مثلا خلينا نقول ماكينة بدي اياها تسخن شيء معين لدرجة حرارة 40. هلا هيك رح يضل شغال السخان حتى توصل درجة الحرارة الى 40. فانا مشان نرفع درجة الحرارة، جيب كاسة مي فيها مي ساخنة وبحط الحساس بالمي الساخنة.
شايفين هيك عم ترتفع درجة الحرارة. هلا قطعت الـ40، لسه عم ترتفع حاليا. خليها ترفع كمان مشان نشغل الانذار. مثل ما شايفين الآن اشتغل الإنذار، وصلت درجة الحرارة للـ47، مع انه السخان مطفي، فانه في مشكلة. ارتفعت درجة الحرارة، بعدين هلا هيك نزلت، لما بتوصل لـ35 راح يرجع يشتغل السخان. مثل ما شايفين هلا نزلت درجتين لأن الحساس خارج المي الساخنة. هلا هيك راح يضل شغال حتى توصل إلى 40. خلينا نجرب مرة تانية. حطيت الحساس بالمي السخنة، وطبعا أنا مستخدم الكونتاكتور مشان أخلي الحمل يكون على الكونتاكتور نفسه. وصلت درجة الحرارة للـ40 وطفى الكونتاكتور، وهلا إذا وصلت للـ47 راح يشتغل الإنذار. مثل ما شايفين هلا هيك قطعت درجة الحرارة، بدها توصل للـ50 ممكن، لأن عندي المي سخنة فبيعطيني الإنذار. وصلت للـ50 فعلا. هلا خلينا نشيل الحساس من المي. الحساس مثل ما شايفين لو اجا عليه مي او حطيناه بالمي ما في مشكلة، في عليه طبقة عازلة. وهي بالنسبة لجهاز التحكم بالحرارة. مثل ما شايفين وصلنا على الكهرباء، ووصلنا عليه مروحة، وصلنا عليه سخان، وشغلنا كمان معه انذار. استفدنا من الريليتين الموجودات مع الجهاز. لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. يا ريت اذا كنت مو مشترك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. كان معاكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.